بما اني منحازه للستات وبما انه موقف لازم يشاب بيه، حابه قوي اعبر عن شكري وامتناني لسياده الوزيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج لسرعه استجابتها واهتمامها بحادث ضرب المواطن المصري في الكويت. كان ممكن تكتفي بمتابعه الموقف من مصر، طبيعي يعني، لكنها سافرت للكويت بنفسها بالرغم من ظروفها الصحيه واهتمت بمتابعه التحقيقات وعوده حق المواطن المصري واطمأنت عليه بنفسها، راحت له لحد عنده زي ما شفنا كلنا. حلو قوي ان احس بقيمتي عند بلدي واني احس ان ليا ظهر اتسند عليه. هو ده معنى كلمه وطن. وطن يعني يحضن ولاده، يطبطب عليهم جوه مصر وبره مصر. انا فخوره قوي بمصريتي وبحكومه بلدي وادائها اللي شرفني قدام العالم كله. بعتبره انجاز جديد من انجازات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك يا فندم على احساسي بالامان.